الله، أعطوا الله ما يحب يعطيكم ما تحبون، استجيبوا لله إذا دعاكم يستجيب لكم إذا دعوتموه. فقلت له يا شيخ، قلت له أبغى منك أربع حاجات، ربنا إذا ترضينه يرضيك، إذا أردت من الله شيء أعطوه شيء يا شيخ، الله ما يعطيك كذا، لازم تقدم شيء حتى يعطيك الرب سبحانه وتعالى. فقلت له، قالت ايش اسوي؟ قلت الله، اول شيء ابغاكي على الاسبوع هذا كامل على وضوء 24 ساعه، انت وزوجك ناموا على وضوء، كلوا على وضوء، خلوا اربع، كل ما حدثت توضع على طول. الثاني، كل ما فكرتوا بالمرض اعطوا الله تعالى احب شيء، احب الكلمه الله، الكلمات الله ايش؟ سبحان الله والحمد لله الله الله اكبر. كثروا قلوها الى 50 مره، الى 60 مره. الثالث، تصدقوا، داوا مرضاكم بالصدق أن صح الخبر. الرابعة، أكثر مدح الله عز وجل. في البخاري ومسلم، يا أمة محمد لا أحد أحب إليه المدح من الله. فقلت يلا اشتغلوا لله، شوفوا كيف الله يعطيكم. والذي رفع السماء بلا عمد، والذي يسمعني وإياكم يا أهل الرياض الآن قسما بالله العظيم، إنها أربع أيام وتتصع. قالت يا شيخ أحس إني مرتاحة أنا، ادع لي. قلت أنت عندي الحين، أنت مرتاحة مع الله، ادع لنا أنت. بعد خمس أيام أو ست أيام أرسلت رسالة، قالت اتصل توي جاي من الدكتورة. كانت تقول في وحدة دكتورة مشرفة على علاجنا منذ بداية المرض. والله يا اخواني مدقت علي، بيض الله وجهها، اسمها منورة، الله يبيض وجهها، قول امين. يثبتني على الحق وجميع المسلمين، بس بعض الناس يعرف الحق، هي منهم الله يثبته. قالت ايش؟ تقول والله يا شيخ لسه جاي من الدكتورة، تقول انا وزوجي اخذت التحليل منا الدكتورة وذهبت الى المختبر، بعد ربع ساعة جت وقالت اجلسوا أبروح أجيب المصحف. قلنا ليها المصحف؟ قالت أريد أن أقسم لكم بالله العظيم ما في أي أثر المرض في جسدكم. خمس أيام بس بأربع كلمات مع الرب سبحانه وتعالى، شوف الكرم. لا إله إلا حدث عن كرم.